الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبنعمة تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. شهر الخيرات، شهر النفحات، شهر البركات، شهر القرآن، شهر الغفران، شهر الرحمة، شهر العتق من النار. وعن كسر دحشر درسي فضل الذكر أيام لما يستريا نبي الله سليمان أيا أصغى صعدة الكاسن كتوتيا في الأيا أصغى صعدة أيا أو بقرطوي سوحيسن لصعدة أيا نين أركي مركاسو يري الله إلهي نبي الله سليمان محو حسيي ملك محو سيي أنا ماشي تاغن هاي أرك مركاسو يري وعن كوري تصبيحة أو تصبيحة تاني خير من ملك آل داود. آل داود ملك يسوع نو حكفي عن سبحان الله كلي أتراه ذو أدوهم إسلادهن هل بل هل مليان بقول كن أو مليان وحكفي عن سبحان الله ميا سيوفي عن تي سبحان الله بقول كن أو مليان وابن مستقبل كبيش النورني أنك هذا من غفلت أنا ويجا صهرتا هو أنت ربك قدنيو أنت حسما سنيو أنت قولي كل سنية بقول مليان هل لما بقول لكم مية ربطة مس واحد ربطة سبحان الله سبحان الله حقه إيه تال لما بقول هذا رسي الكاسان هذا مرة إن أنكم إلا من رحم ربي وكا وعاد متي إسلام بعد متي إسلام صالح هذا أي وقصة إسلام بعد متي مركاسا أبهد أيام منامكو أركي فرآها أبوها في المنام فقالت يا أبتي نحن أهل القبور نعلم ولا نعمل وأنتم أهل الدنيا تعملون ولا تعلمون يا أبتي تصبيحة أو تصبيحتان خير من الدنيا وما فيها كبر صالح هذا أو ناكسن والرؤية المؤمنة حق وإذا مؤمن كوا حق سنبي كالسقناتي جزء من 46 جزءا من النبوة هي واية كبار دي مركي دي متاي كبار صالحات بايها أبهد با منام كو أركي رؤية كو أركي مركاس وحي تري أبو وحي تري نحن أهل القبور أنك قبور تيبان شيفنا نعلم وحبان قرانينا خم تيبان صوت تاباني لكن ولا نعمل عمل مجرو لكن أقوم ما أنت وحبان تراني هرده ديبان ككعني داد سكران سنباهن الدنيا دا مير كيبان نغصو النقضي لكن وحما عمل فليكرنو أدن كون الدنيا تشوكتان وحموغدين وح آخرة ترى قبر قي قيامة موغدين لكن والعمل فليكرتان والعمل ككد دالة وعيتري أبو تصبيحة أو تصبيحتان خير من الدنيا وما فيها قبل لي بأبلا دردار ميسا عجيب أولا صوشاككو مجرد مركا هرودد وضدك بغل سنة كهر نتلاشا كيسا ميسد لكن كواسنا الروح دو دي والله هيا أديك لكن والغوسو الدينية خطك الغوسو الدينية أديك مركو هرى لغاحري وصوكع خطكي وكوش غينيا لكن كو خطكي وكحرا هالشيقين هو ومغلق الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى تيك لو ولوس علينا خطك لو فريا نرشي وكسون غنيسا تنوى كحرنت ولذا بقرعكم يترك وحرنت وايهي وعير أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ذهب الذاكرون لله بالخير كله دتك إلهي حسكي سبدي عبادة بدي خير بضم بي لتقين بور ابن تيمية أسنوي حجري إنها لتمر بي ساعات من الذكر أقول إن كان النعيم الجنة مثل هذا النعيم إنه لنعيم عظيم وعير ابن تيمية سيدوك لي وعيري نعمضان أن كتشرنه
نعمدا جنادو هدايتا نعمدا حتى ان هيست ادونك كو هيستو كلا هدايتا الله اله هو النعمه وين انه لنعيم عظيم والنعمه وين ها نما نعمدا جناد دو ينما ارك يعني نعمه الاخره نما ادونك كو ارك سو هلا نعمه الاخره ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم ابرارتو هلكي كتما دام اخره كدلتا waxay kala leedahay adduunka marka jannada adduunka ninku haduu san xalaawada iimaanka iyo xalaawada cibaadada iyo nicmada cibaadada haduu san dhadhamin adduunka aakhira ma dhadhaminayo way yahay wuxu leeyahay sheekh kale ragii salaf kamida ma taladdal mutaladduuna bimithli dhikri llahi ta'ala dadka wax macaansanayo ilaahay caabudayo oo dhikriga ilaahay wada wax ka macaan dhikriga ilaahay ma jiraan war dhikriga hala badiyo war gabar iyo wiil iyo nim rag iyo dumar dhikriga ilaahay hala badiyo wa khaasatan fi hadha shahr mubarak shahru nafahat lillahi utqaa min annar fi kulli layla intaas oo boqolaal kun oo naar u waajibta ilaahay bishan ayuu xoreynaya oo jeelasha ku jiro tacbaan oo xasna masaajin ayaa ooda laga qaadaya bisha ramadaan boqorradu waa caafiyaan dad badan caafiyaan madaxweynayaashu waa caafiyaan bisha xukun qabsadeen gaar ahaan ilaahayna bisha ramadaan dhammaan mudnimiinta caasiyiinto dhan hadday toobo keenaan rabbi u noqdaan soomaan ilaahay waa caafinaya ilaa afar qof maahane afar qof cala jam afartaa maya lama caafinayo dembiilayaal weeye dib baan ka sheegi doonaa waa yahay wuxuu yidhi fahalla ashqala almuslimuuna alsinatahum bidikri illah war dadku ma dikriga ilaahay lisaanka ku maceeyaan ma ku soofeeyaan ma ku xalaawadeeyaan sidaas weeye dikriga ilaahay qalbigu buuxiyaa qalbigu nuuriyaa dikru llahi tacaala laa yataqayadu bizamanin min alazmaan bal huwa masruuc fi kulli zamaan ولا يتقيد بحال من الأحوال بل هو مشروع في جميع الأحوال ولا يتقد بجارحة دون جارحة بل هو مطلوب من جميع الجوارح ولا بمكان دون مكان بل هو في كل مكان وبدوامه تطمئن القلوب وقتكم معرنا ذكرك إلهي يا بل هو مشروع في كل زمان وحالتكم معرنا مشروع في جميع الأحوال xubin kaliya lagama rabo bal fii jamiici aljawaarix ayaa laga rabaa waxa weeye makaan duuna makaan maya bal fii kulli makaanin qalbiga waxaa qaboojiya dikrullah ilaahay wuxuu leeyahay subxaana watacaala aayadda 28aad min suurati racdi alaa bidikri illaahi tatmainu lquluub alaa bidikri illaahi tatmainu lquluub ذكرك إلهي بقلوبتك حسشا السكينة والتقوى الله أكبر نعمة أصول ذكرك على جهلا نكون مره قرآن أخرس كبديه صلاة الليل كبديه صوم كهجاتيه صدقة بديه صدح نك إصلاح له واللي باني بشهر رمضان وغيرها تلاوة القرآن الصدقة والصوم أربعة كذلك وقيام الليل هذه المذكرات كاررك الله بحين يكمدهن آخرة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب قلوب توح أبوتية أو هجاتية ذكرك إلهي لنك نبي قويمت عبد الله بن عمر أن رجلا قال يا رسول الله نبى النبي يمد حديث الإمام الترمذي أورنا إياه مركز وحجري يا رسول الله إن شريعة الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وحجر مربتاه موحك وبتي شريعة الإسلام كم مركز نيس كبدا وأنو وحبدا ما أغاني dandanatka wadandanat umar anuu ma aqaan wax yar oo kooban oo ilaahay ii dhaweeyo oo jannada ku galo oo dhibin isheg markaas wuxuu yiri laa yazaalu lisaanuka ratban bidhikrillah yuusan ka suulin carabkaagu inuu dhikriga ilaahay ka qoyan yahay
ذكرك إلهي عربك كقوي نادو ما يجي نفني هو عاش سنة هي تعبان أنا هي لكن هذا ذكرك ده يستبرناك أوب حديد شن إيه طبعا ساعة أيد ما نطور من هاللي كرتاه الله أكبر قرآنك مسألة مركات كو أخرين يسد واللون هردك وقبنا يس ما قرآنك ما سول الله تبرناك ما أدي 24 ساعة من موبيس إبليس أنا أقولين إبليس دتك إنه خير هلان ما أقوله إنه توبة كانان ما أقوله وايهي إلهي وحليه سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وردتك علي ربي ربي رمينه ذكرك إلهي بديه إلهي نكو تسبح صدا ها أرورتي يا قلبتي با إلهي كو تسبح صدا أحزاب أفرتني كو أفرتني يلبو إلهي وحليه فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشين وحين تظهرون إلهي بنستهن إلهي بأبلاوا حوانا إلهي بكبير حين تصبحون وحين تمسون وحين تصبحون مركات قلبي سنة إسان مركات يعني واو إذين بريو أذكار تاسر الأخرية إلهي بمهات إسكاله وله الحمد في السماوات والأرض إلهي بسماوات يوحى كتشرورنا مهات إلهي بإسكاله وعشين وحين تظهرون همين كينا وحاوي إيا مركات مالتي تشوكتان كل انتصرنا في جميع الأحوال والأوقات والأزمان والأزمنة إلهي بالله تصبح صدا محاك في عنتاس أنت تعاورن دوما عياريسد وطبع عياريسد ودد حمانيسد ودد اسكدريسد وقرب بلايال قرب مدوها لو ريقيسد والإلهي ما حرير ليالتي ننكو هدو حريرك إلهي يأسون حيوانا تيو حريرك بني آدم كنا ووناك سنانيا لكن حريرك بني آدم كهداد هقاجسد كي ألانا تيوتسد كانوا نكو هداد ما كاسنا هبشيق ها ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء إلهي ننكو إهانة كردو أدو الليئيو وحشرف إيالي كلام مجردو هاي ننك إلهي نور سينا وحكا غادي كرام مالي ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ننك إلهي نور سين ماذا نور سيني كي إلهي نور سين ماذا كغادي كرام لا دعاء الصباح دي أو يعني قنوتك صوم ماذا أرك اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت معنا وبارك لنا في ما عطيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت إنك إله ونك تحري لساء ما دلوبه ولا يعز من عاديت إنك أولاد قادانا معزه بشرف مهله الدعاء الصبحي هو ما شاء الله آمين ده وايهي وعليه الله سبحانه وتعالى أنبياء إن لو بدأ صوما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نبي بوحان تكو قصوغن كبدا يشوان أكسن يأي قصوغن تهاي لمن كان يرجو الله واليوم الآخر إله إيا آخر لنك رتك قباه لمن كان يرجو الله واليوم الآخر إله لنك كعب سنيا رجع بمعنى الخوف في هذا المكان الرجاء والخوف وايه وذكر الله كثيرا في ذكر الإلهي أو إن بدن إلهي حسا حسد إلهي عاونا أن نرفع لدمها قارق أمرك راعي سدوح الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين مسخوش يا حمامك أمرك تقليسد أعوذ بك من الخبث والخبائث مركا عنتاد عنيسد بسم الله الرحمن الرحيم ساس الله مركا مسخوش كسوب حديد غفرانك سلاث مركا سوب قليسد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي اللهم افتح لي أبواب رحمتك بركاتك بحيسيد بسم الله اللهم اغفر لي وكار اللهم نسألك من فضلك الله أكبر ذكر والذاكرين لا كثيرا وتاسوي مركا اسكب حينيسيد بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بركاتك شنيسيد بسم الله الرحمن الرحيم قرق بركاتك بحيسيد بسم الله الرحمن الرحيم توكلت على الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو أجهل أو أظلم أو أظلم ها دعاء سلا يا رب هيا وذاكر لك كثيرا تسجلي ها وحقوا عتبي مركا ركتد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ولقى مركز ميلك في تقعدي أعوذ بالله ما شدار جم هذه مركي عروض أول كعيارة أعوذ بالله ما شدار جم هذه شدانكم مركز وسوينينه
إلى أو مرود الأكاد لكن هذا ترى بسم الله الرحمن الرحيم تسقوها لا كان آداب الدين تبرت أمبرن وكا وحيري نبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس وارددوا نبي قدتك أدي قيها اذكروا الله كثيرا اذكروا الله والإله حسن جاءت الراجفة تتبعها الرادفة تي واحد قلقليس وقلبك قلقليس وذنها هي مسكحة وقيامه أي صعود إيمان أي تتبعها الرادفة تي دبقى سنيد أو فن أو دبقى سنيد أو كحك تي وصور كي الأفوف يوي بن بنان بن كالس وتقيا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث ها فإذا هم قيام ينظرون له فإذا هم من الأجداث ينس والقرآن هو في ربه واي هاي جاء الموت أي يمت مرهد قيامها الغلفت وهدنا كيك الغلفت تدخلنا لسو ساري مركور تدخلنا ولمن هدنا والصون ولينا بنان كي اللي تقيا تاسونا ووحد هروي جاء الموت وعيت عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحيانه نبي يقول مركزت إلهي بحسن في جميع أحيانه مرء شغل أيها الملح عبادة عبادة كوديبة عبادة عبادة كوديبة عصر كوديبة مغرب عشونا سداسة وصعطة رمضان عبادة كلو كوديبة ست من شوالا جرتا حجكي يا جرتا سكدي يا جرتا نمكم مرنا فارغ معها مسلم كاي وبيسي ومشغول وايهاي عايش وعيتري نبي قدتك وحكوة نتري ذكرك حتى في المنام نبي صلى الله عليه وسلم وحير من آوى إلى فراشه طاهرا يذكر الله حتى يدركه النعاس لم يتقلب ساعة من الليل سأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه ساسوير نبي صلى الله عليه وسلم وعكل النبي يري من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا واستجيب له فإن قام فتوضأ ثم صلى قبل صلاته حديث وحوري إمام البخاري كتاب التهجد وكا بعد ذن الله دوره وحير النبي صلى الله عليه وسلم نكون هدوها من كي توصو أما قبل أي توصو إما كي هردد كسو براركتو أي تراهد الفاضة لا إله إلا الله وحده لا شريك الله انت انسو آخرية هذا حس المسلم كقرنتهي سداس هدو سمعيه او يرى اللهم اغفر لي اما او دعيسته والله رفا هدو انت استاقوه سقاتنا قبل سلاته سلاتي سوى الله اقبله ايها الاحبة عبادات ايا ذكر الهي فوائد وحي اليهن فوائد فربضا فوائد وحكم ذا كو ان من ذكر الله ذكره الله الهي ننكو حصة الهي وحصة سبحانه وتعالى وذكر الله للعبد رحمة واجابة دعوة ومغفرة ومغفرة الذنب وحفظ في الدنيا والآخرة وثناء على العبد ومباهاة له بين الملائكة إلهي سبحانه وتعالى ننكي حس الله وحصيه ذنبك سوى نافية دعادي سوى أجيبيه الدنك آخرة وحفظنية ملائكة وفانية الدنك كفيرية يحصي إليها أو ترى هذين مركي هرى إله ربي أتجعل فيها من يسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون إلهي ذاتك أشهدت يا أسليت هتضمها ملائكة الله وفانية نيكا مسالتك من تولى كتشرة القرآن كأخرينية أسوا من ذاتك أفرينية أفرك هالهود ذال لكن وصل صعته إفطار الصائم واي هاي وهاوي وحير النبي إلهي وحلي فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون إله تحصتا إله بك حصية ما ها كم معان إله الله حصه وإلهي كحصه ما أنتو الموسيقى أدقيستيد إيا هيس أدقيستيد هيس كي مكحصة مكودا بالنافة أجر مكهلي ها لكن وحدات سميسا نعف لها الله في الدنيا وفي الآخرة موسيقى إيا هيسكا إيا وحاوي ما أنتو الانبهل كان آد سلاحة يسيد وحو دعاكا أتشيبيو وحو أرساقه كردنيه وحو حضارته كردنيه وحو ثقافه كردنيه من الملح مدح ورير يا مدح دال وحان هين كريمس الله أكبر ماشا إلهي نعمة تعالى لك واتقا قوى نوريا لبرك عسلة الليلة هدات كنت كتب قل كاغا ماشا قدن بيسا سوى حدات كحلين الله إن كان أهل الخير وي أياكو شاقي الله يا دات قلبك أقليي هدو كوب
بلايان أو حلقة وبهال دلا الله فريستنا صلاة مركو صوب عصوق في حال أركين عليه ورسكنا وبلاي أمين كده الذي سوها يستانين كانوا أو يادتك أشيغي إلهي بادتك أكشف إياه سبحان الله مركو حاوية إلهي وحولي فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وعاكلو تيره والنبي صلى الله عليه وسلم حديث كأوريي إمام مسلم كتاب ذكري المانتة تاغن وحولي النبي صلى الله عليه وسلم إلهي وحولي أنا عند ذن عبدي بي وأنا معه ها حين يذكرني إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيت هرولة الله أكبر نعمة إلهي وحكوب كرمها إن لله نفحات وعوي هذا ديك هي كوشير تمر باق وجنبيل كوكونا عي إجابة يا كوكونا عي سمر هذه إجابة أي كوكونا عدنا وكون انتهى آه مركو على الربا عبا أنت كسر ما يه وعبا ندين كلنا يه علاج بنا ندين سينا يه لي كرب باشرة سنكر باشرة شل باشرة شل باشرة وها باشرة براشر ها وها صلوا حلو دوي وذير إلهي وهو يمرك وعليه إلهي سبحانه وتعالى حديث كربانك ونبي وري أنيق روح مليه سنة إلهي وحفي عن هذا كم ليست وحفي عن بكسين إياه مرك وحصه أنا معي سنة هاي هدو نفتي سيقى حصه نفتي ذاك حصية هدو جماعي ومح سنة جماعك ومح سنة وملائكة ملائكة الله ملائكة البررة الكرام البررة الذين لا يحصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هل كاسله حصية وهو وحولي هاي نبي صلى الله عليه وسلم حديث القدس قاس مركو كهل ليه وإن تقرب مني شبنا هل تاكو عبادة هدو يسر نواده ها تقربت منه ذراعا لطلن بان أدواني على سبيل المثال التصال وإن تقرب إليه ذراعا لطلن هدو يسر نوادنا تقربت إليه باعا باع أي نسر نواني معنى نحريست إلهي إن فحاتك أي وحشم أي لغم مثالنية ها هذا أصله صعد أي مادنا أرض من هو إيمانية أنا أرضي أنا إيمانية معنه هو محي إلهي سو أرضي سوكم من نفحاتك هي رضا إلهي هي الدم بالنافك هي مغفرة هي ربك هو إيمانية وعير ثابت البناني إن أعلم متى يذكروني ربي ثابت البناني رقي السلف كهو حوي أو محدثين تها وعلي إلهي مركو يحسانو واغانا سيد كوكرانا وانا غانا كيف تعلم ذلك سيد كوكرانا ان الهي كحصي وعير اذا ذكرت ذكرني الهي هدان حصو ويحصي ميان هدا حديث سوى الشيقين هل كذا كذا انت وايهي وعكم اذا نمبر كلابات الله لها لفوائد ذكرك وهاوي ومن فوائد صلاة الله تعالى على الذاكر على الذاكر إلهي ما وحقنا حريصنا يا إلهي كصلنا يا روح مسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الآمن صلى الله عليه وسلم يعني إلهي وحقنا يا وحقنا حريصنا يا أدن بالأفضل ذاتك مؤمنين تا وصلاة الملائكة ملائكتنا وأدن بالأفضل بي ظلمات كالغا سارية مقدقة قلوبتي سكتشرت قلبك إيا وسواسك إيا ولوب كالغا سارية نور كالو سارية وصلوات الله عليه وثناه عليه في الملأ الأعلى وصلاة الملائكة الدعاء له والاستغفار له يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا صاصع هو الذي يصلي عليكم الملائكة ليخرجكم من الظلمات إلى النور ها وكان بالمؤمنين رحيما إلهي ظلمات كي بلا يد والكبار وكسار إلهينا ويعني وقصر لنا يا الله سبحانه وتعالى سدح الذكر سلاح للمؤمن ذكرك إلهي وهبك مسلم وعدو إسكك إلانين يي والتنفيس له عند كربه كرباتك مركة كرعان وحاوي وإسكا إلانين يي وإلهي سبحانه وتعالى ترسك إني ما أنت عشرك أنت سنبو إقلي هاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.